هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. على بعد أمتار من الحلم، في باماكو عاصمة مالي، يمضي شارع القدس موازيا إلى حد ما لمجرى نهر النيجر الذي يخترق المدينة. في ذلك الشارع ترعرع بابكر تيجان، إذ كانت عائلته تسكن منزلا يبعد ببضع مئات من الأمتار عن حلبة سباق الخيول. يذكر بابكر سن طفولته الأولى حين كان رفقة أقران له يذهبون للسباحة على ضفة النهر. كانت رحلاتهم تلك التي تبدأ بعبور شارع القدس مغامراتهم التي لن ينسوها. ثم تعاقبت السنون مسرعة. كان بابكر الولد الأكبر لأسرة تتكون من 3 بنات وولدين، وقد وعى باكرا بأن احتياجات الأسرة صارت تتجاوز ما تدره ورشة النجارة التي كان يديرها والده. لما بلغ 20، نحن في 2000، صار يستشعر أكثر ثقل العبء الذي يحمله والده ألسان. كان في 50، ولكن مظهره يوحي بأنه أكبر من ذلك بكثير. كانت مقابلات كرة القدم التي يحتضنها ملعب كوليبالي متنفسا حقيقيا لشرائح واسعة من الشباب، وكلما انتهت متعة الفرجة عاد الفقر ليستفزهم أكثر بتجلياته المتعددة. رأى بابكر أن السبيل الوحيد للخلاص مما هو فيه من فقر أن يهاجر، أن يسلك الطريق الذي سلكه مغامرين مئات الآلاف من أبناء إفريقيا لبلوغ ضفاف الاتحاد الأوروبي، حيث يظنون تتحقق كل الأحلام. ما صار يفكر فيه الشاب بدأ يقلق والده، الذي كان يظن أن الأجدى له أن يتعلم حرفة والده ويصبح نجارا وأن يعمل على تطوير الورشة، ولكن الشاب كان مصرا على الرحيل، يظن أنه يستطيع تحقيق كل ما يحلم به سريعا ويعود إلى عائلته وقد غنم من الرفاه الأوروبي نصيبا. كذلك كان يظن، كما كان يظنه كثير من أصحابه. ثم قرر الرحيل، جاء إلى أمه بنت يبلغها بما عزم عليه، طلب منها إن كان في إمكانها تزويده ببعض المال والزاد ما يكفيه للوصول إلى موريتانيا. مساء ذلك اليوم جاءه الرد من والده الذي أدخله غرفة وأقفل عليه بإحكام. كان ألسان يريد أن يراجع بابكر نفسه ويعود إلى جادة الصواب. في صبح اليوم التالي جاء ألسان يريد التحاور مع ابنه، ولكنه لما فتح باب تلك الغرفة لم يجد أحدا. كانت النافذة المفتوحة على الشارع طريق بابكر للهروب، لم يلحق به. وقد علم ألسان أن ولده رحل برفقة 3 آخرين من أبناء الحي. مر 2 أسبوع، كان سفرهم مراحل، هي قرى وبلدات انتظمت في طريقهم. ثم وصلوا نيورو. قال مامادو وكان أكبرهم عليهم أن ينتظروا في تلك البلدة بعض الوقت قبل العبور إلى موريتانيا. مكثوا هناك 10 أيام، استضافهم ابن خال لمامادو، كان خبيرا بالمسالك وأحوالها. ثم مساء 4 أبريل جاء يخبرهم بأن بإمكانهم العبور إلى موريتانيا، حيث سيجدون في انتظارهم من يقودهم إلى مبوت. كانت محطة أخرى، هي قرية صغيرة، يعمل مضيفهم ولم يعلم له اسما آخر غير عبد الله في التجارة. لم يأتي في أحاديثه السمرية معهم على ذكر نوع محدد من التجارة. فهم الشبان 4 أن كل تجارته مع السنغال عبر النهر. كان عبد الله رجلا عارفا بما يجري عبر النهر ومن حوله.
في تلك المنطقة حيث تتداخل الحدود بين السنغال وموريتانيا، الهجرة إلى الشمال بدأت تتخذ شكل تجارة قائمة الذات. الوسطاء المحليون يقودون إلى وسطاء أوروبيين وإلى حديث عن قوافل في البر وسفن تنتظر في النهر وأخرى في عرض المحيط، ولا حديث عن تلك الإخفاقات والأحلام التي تنكسر، ولا عن الذين يبحرون ولا يبلغون البر. بدأ أبا بكر يحس شوقا إلى باماكو، إلى النهر، إلى أمه وإخوته، ولكنه في كل مرة انتابه فيها ذاك الحنين كان يعود إلى حقيقته الجديدة، الطريق الذي يمضي فيه لا يتيح العودة قبل بلوغ ضفة الأحلام. تدبر أصحابه أمورهم إذ كان لديهم من المال ما جعلهم يستعينون بخدمات وسطاء أركبوهم قوارب من سان لوي ووعدوهم بركوب سفينة تنتظر في عرض المحيط. لم يعد يسمع عنهم خبرا منذ أن ودعوه، كانوا ينوون الذهاب إلى الجزر الخالدات. خلال الشهور الثلاثة التي تلت كان يساعد عبد الله في بعض الأشغال، ولكن التاجر الموريتاني لم يتح له فرصة للانغماس أعمق فيما كان يقوم به من نشاط. فكر الشاب القادم من باماكو في التسلل إلى سان لوي، علّه يجد هناك عملا يوفر له بعض المال، ولكن مضيفه لما لمس منه رغبة في الرحيل نصحه بالتوجه إلى نواكشوط العاصمة، دله على قريب له هناك يشتغل في البناء. كانت شاقة الرحلة من بوت إلى نواكشوط، عامل مساعد بناء ثم أظهر معرفة بالنجارة، لاحقا سيحكي لمشغله عن ورشة والده هناك في باماكو، ولعله استحضر ما كان يدعوه إليه ونصحه له بتعلم النجارة. يميل العام 2005 إلى الانصرام. في أواسط خريفه في أكتوبر التقى أبا بكر تيجان رجلا من السنغال يعمل مقاولا في البناء، وقد سعى الشاب إلى أن يوطد علاقته معه علّه يجد عنده عملا لقاء أجر أفضل. لما علم أنه ملم بالنجارة ألحقه بمقاولته، ثم ما لبث أن قربه إليه وصار يعتمد عليه في كل ما يتعلق بأمور النجارة. لم يتخلى أبا بكر عن حلمه بالهجرة إلى أوروبا، وذات يوم فاتح السنغالي في الموضوع، بل طلب منه أن يساعده. رد عليه بأنه سيرى إن كان هناك من يستطيع الاعتماد عليه. كان أبا بكر يعلم أن للرجل علاقات مع شخصيات نافذة وأخرى ذات تأثير في المجال التجاري والاقتصادي. لما مر شهر أو كاد قال أبا بكر إن الرجل نسي ما طلبه منه، وقد هم بأن يذكره متى أتيحت له الفرصة. بعد بضعة أيام فاجأه المقاول السنغالي بأن أبلغه بأنه وقع على من يساعده في الهجرة إلى الجزر الخالدات. كان ما يطلبه وسيط الهجرة السرية يقل بكثير عما كان يتوقعه أبا بكر، أي ما يعادل 800 يورو. كان الشاب المالي يتوفر على ذلك المبلغ، ولذلك لم يتردد في الموافقة. أخيرا سيضع قدمه ليقطع المرحلة الأخيرة في طريقه نحو الحلم الذي جاء يحمله معه من باماكو. كان الوسيط الذي قدم نفسه باسم أونوري سنغاليا، رجل متوسط القامة تدلى بطنه فوق حزام سرواله المقلم، يحاول بقبعته البيضاء التي لم تخل من بقع داكنة أن يمنح هيئته مسحة برجوازية. كان يتكلم بنبرة فيها بعض من التعالي، يبدو وكأنه يختار كلماته بدقة حتى لا يخامر مخاطبه شك أدنى شك في أنه ينطق يقينا وأن ما يعد به سيتحقق. تم الاتفاق على الإركاب فجر الرابع من نوفمبر. قبل ذلك كان على أبا بكر أن يحضر يومين من قبل. التقاه مساء، قاده الرجل عبر دروب في عدد من أحياء نواكشوط حيث كان على موعد مع مرشحين آخرين للإبحار. لما وصلوا ذاك المنزل الذي أودعوه وجدوا 3 أشخاص آخرين علموا منهم صبح اليوم التالي أنهم من النيجر. بعيد منتصف الليل ذاك الرابع من نوفمبر
جاء إلى المنزل رجلان، تكلما إشارة مع الستة وأفهماهم أن موعد الرحلة قد حان. لم يكن البحر بعيدا، تسللوا الواحد بعد الآخر إلى الشاطئ حيث كان في الانتظار قارب من تلك القوارب التي يستعملها الصيادون. لم يستغرق الإركاب أكثر من نصف ساعة. جاء أحد الاثنين اللذين استقدماهم من ذلك المنزل وساعد على دفع القارب إلى مياه أعمق، ثم بدأ ذاك الذي تولى القيادة يجذف. لما تقدم القارب بعيدا عن الشاطئ رأوه يشغل محركا، بدا من صوته أنه يحتاج إلى إصلاح. وحده صوت المحرك يعترض صوت الموج. كلما توغلوا بعيدا عن الشاطئ كان يزداد إحساسهم بالبرد. بعد ساعة توقف القارب، الركاب صامتون، أسنان بعضهم تستك من البرد وخوفا أيضا. في الأفق ظهرت أضواء، لعلها السفينة الموعودة. أضواؤها تقترب ويسمع أوضح هدير محركها. أدار قائد القارب المحرك وبدأ يتقدم نحو السفينة التي كانت آخذة وجهة الشمال. اقترب كثيرا، بدت السفينة وقد خففت سرعتها قليلا. تدلى قارب نجا. القارب الذي جاء بهم من اليابسة يسير بنفس سرعة السفينة. تدافع الركاب الستة وتسلقوا القارب. بإشارة من مصباح يدوي بدأ رفع قارب النجا. التفت بابكر ونظر إلى أسفل، كان القارب الصغير يبتعد عائدا إلى الشاطئ. الذي تولى أمرهم أخفاهم في العنبر حيث الآلات. جاءهم ببعض الطعام وطلب منهم بإشارات ألا يبرحوا مكانهم. غابت شمس ذلك اليوم، حل مساء اليوم التالي. جاءهم يقول بإشارات إن عليهم أن يصعدوا. للمرة الأولى رأوا اليابسة. أشار الرجل إلى قارب غير القارب الذي أركبوه للصعود إلى السفينة. كان قاربا مطاطيا صغيرا، ركبوه متوجسين. ولما كانت السفينة في أقرب نقطة إلى البر أنزل القارب، ولما لامس الماء أرسل. بدأ أحدهم يجذف. كانت السفينة قد ابتعدت، يريدون إلى البر الذي كان يبعد بنحو 100 متر. مرت عدة دقائق، حسبوها دهرا، يظنون أنهم يجذفون مكانهم لا يتقدمون. وفجأة رأوا قاربا سريعا يتوجه نحوهم. في البدء لم يعيروه كبير اهتمام، ثم لما اقترب وشاهدوا أضواءه الوامضة أيقنوا أنهم وقعوا في قبضة البحرية الإسبانية. في مركز يجمع فيه المرشحون للهجرة السرية التقى بابكر أصدقاءه الثلاثة الذين رحل معهم من باماكو. هم أبحروا من سان لوي، ولكنهم كما حدث له ألقي بهم من السفينة حين لاحت اليابسة، فالتقطتهم دورية لخفر السواحل كما التقطت. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.